السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام. متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي تشيفيلد يونايتد أمام نادي ليفربول اليوم بإذن الله تعالى، اليوم الأربعاء 6/12/2023، مباراة في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز. شيفيلد يونايتد في مواجهة ليفربول المباراة بإذن الله تعالى ميعادها الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر ومكة، بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7:30 مساء بتوقيت جرينتش موريتانيا، والساعة 11:30 مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان. القناة الناقلة للمباراة قناة بي إن سبورتس اتش دي 3 الثالثة، والمعلق المتألق حفيظ دراجي. ملعب المباراة ملعب برامول لين، الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.